واحد يعلمنا بذوقه. هنا بنحط لنا جدول. يلا. ايوه. جدول غدا وعشاء اللي على ما قال في خاطره شيء يعلم. اي والله بخطرنا واجد. انا دل... صل على محمد. اسمعني اسمعني. اسمعني انا الحين في شتاء. ولازم نحط عيشتنا دسمه. نبي الواحد لا كلا يوجب العيشته هنا الى بكره. رز الدجاج. لا والله. غير يا ولد ما يهجل الرز شعار والله حط اسمعني اسمعني لا شيخ سيطره علي خلينا نوع الظهر رز ودجاج اسمعني المغرب بكرانه ودجاج والساعه 12 بالليل رز ودجاج يا مادر هو غدا وعشاء قلت تسرد لي العشاء ذي كله طيب خلاص خلينا نوع لا احنا نسوي احنا نسويه هم يسوونه شفت العماره جيت ليسها باسمنت سكت ليس تبدك طيب او ليس كبدتك بكبسه رز ودجاج الظهر وبالليل رز ودجاج خلاص بس لا 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 ما وافق لا 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 شوف لا لازم نغير اسمعني في الليل في الليل قول اسمعني ايوه في الليل ايوه بوفيه مفتوح بوفيه مفتوح ذي انت تنوعوا فيها لحد اللي يختار نوع واحد شوف انا بعطيكم انكم تاكلوا وجبتين الغداء وجبه والعشاء وجبه الغداء رز ودجاج والعشاء يكون دجاج ورز صار عالم صار الغداء ما يكون ثقيل الحين انت شاي وين شاهي الغداء شاهي بن شاي احمد شاهي وين احمد مو فكره حلوه وش الغداء رز ودجاج والعشاء دجاج ورز هذا احلى فكره هم الغداء بحط رز ودجاج ودجاج ومرقه هذا اي لا لا انت ما شاورتنا كلنا ونجمع حمر قوقت ما نبعيبين هذا الغداء الغداء وبالليل في العشاء طال عمرك اهم شيء رز ودجاج وجيب نوع ثريد ثريد الدج العشاء ثريد يا تجيبون العشاء شيء نجيب رز ودجاج على التخمه اي والله على كل التخمه تخمه تتخمكم اثنيناتكم سوا طيب شوف 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 كبسه حط اسمعني هو ده شغلتنا انا شغلني كبسه اي والله خليني اسمع راينا كلنا يا اخوي بس اجل كبسه جاك التخمه بس اجل كبسه اسمعني هذول مدلعيني ولا شيء خفيف تو متخرج من اشياء خفيفه يا اخي دلعونا الاسبوع قوه كبسات طيب ايوه كبسه زايد باذننا ذلحين يلا خلاص خلاص بس كبر خلي ذلك العنوان طيب. ادام خضره لازم اقعد كذا عشان تجاوب علينا ادام خضره طيب العشاء ورق عنب ما نبي اصبر يا رجال احد سلمان زعل خلاص ما عادي اللي تاكلونه ثلاثاء اي شيء يلا قول هندومي هندومي الاربعاء ندومي وش ندومي ساعتين بالليل يجيبون نطبخ احنا الخميس صدق ندومي والله ناخذ الليل سهل على الجمعه الجمعه يلا السبت لحم خلي مع الاسود اص 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 نشرح احنا اسمع صل على محمد الاحد ايوه بشمل تعال شوف بشمل عماد صح 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 اسكت تبون سباجيتي؟ سمك مكرونه سباجيتي سمك نبي سمك سمك والله ما سبقتني عليه حد علي 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 سمك تكفى علي لا فكنا من السمك يرفع هرمون الدال ما اكل دال من دال لا فكنا من دال الدال راح تشمس صح صح دقيقه شمل زايد قلت عند الريه قبل شمس شمس الرز بخيه ايوه وارث المشاهي يا وين ما عليه زايد حط له كوبله ابو زايد 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 سابر برا ايه زايد هذا تلقى زايد هذا اسمع اسمع صقعه وبطاط بطاط بطاط عطوا بطاط هذه بطاطا يا عمري تشبس تشبس شقعه عطاك الاثنين بطاط عطى بطاط بطاط الاثنين سمك كنعد اصبر الله يهديك ويصلحك وما هداك اوه يا سمك كنعد في لحم اصبر في ذمه كاس سلمان ايش رايك سمك كنعد يوم الجمعه ما في ما كاس ربيان يو ربياني ها شبنت ما سله ما سله ما سله يا ولد انا ما غلطت عليك ما سله ما سله ما سله شبنت زين ما وسمك تكه مشوي شبادي جبل بس مساله زايد سيفود برياني وش سيفود وشو براك زايد حلو سيفود يلا انت قاعد تشورني عطنا سيفود لا سيفود سيفود هذا يوم الاثنين وجبات بحريه يجون لك وابي الحين تجي والله تجي لك اصب لك في الصغير تبي ما هو انا اللي اخذ الصغير ما ابي اي اصب لك الصغير يا قوم ما منكتب سجل لي يوم سيفود ها يوم الثلاثاء مسالة زايد برياني مسالة وش اصب لك بال صغير خلاص يجي كبير اذا ما جاء في طول يجي كبير انا كلمتك كبير في طول اصب لك الصغير صبيتك تبغى تنتظر انت صب لي مسالة برياني
قنبري حط لنا قنبري بطاطس يا اخي نبي ربيان يا اخي بطاطس سمبوسه لا شنو ذي برمضان احنا لا انا بطاطا حلو انا بطاطا شري قبل شيء بطاطا ما سلم ما سلم ما سلم ما سلم بالخير ان شاء الله اخوي محمد يحب الموسم حتى انا اخوي فهد يحب خلي لك ان شاء الله ويخليكم بعض امين ويخليك لنا حتى انت علي طيب ابو صالح ابو صالح ابو صالح اخوي محمد يسلم عليك الله يسلمك يا ابو الله ما يسلم سجلنا ما سجلنا يلا عطنا عطنا طيب ابو صالح متى السي فود يا رجال شلت ولا تذا ولا قلت ولا زي العج ولا هو لا نبغى سمك سمك يوم واحد يكون سمك يا علي والله لو خلطت لك كبشه كبشه كل يوم احسن نبغى يوم واحد يكون فيه سمك ويوم واحد فيه لحم عثمان هذا راد يا اخوي تكلموا بالعقل كل دقائق 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 نعمه انا اطلع مني نقول بق 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 والله نعمه احمد الله الحمد لله ايه ها ايه بص ترى كل يوم ما الحق عليك والله تطلع مني بق 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 كل دقائق انت بنت بتبين ها بطاطس بيض الله وجهك واحد 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 وتبعد محبة لك وفا يا لا ولا يا لا ولا لا 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 بنرجع للثالث رجع بنزين السي فود متى؟ سلمان والله لحنه حلو ما في لحم ابو اربع لحم اللحم اللحم شوفوا على الوجبات يقولوا اللحم اي سلمان يقول لحم حلو يقولوا اللحم ابو صالح ابو صالح اللحم ترى خلاص اصبر اشياء غير سجل لحم صدم تمام تمام صاعد لحد اثنين تكفى سجل لا احد اثنين عندنا لا سمك في سجلت وسمك طيب انا احب السمك نم نم سمك كنعت غطيت الدنيا حلو شيء اني اشوف السمك صح صح الخميس لحظه شوي زحف شوي المخيس لكن هو بدايه بشوف السمك اي خميس المخيس انت لخبطتها شو تكتب الحين هنا ما انا كاتبها طيب طيب الحين الجمعة بحط مرقوق زايد يعني مزعج مزعج يا ابو شايع الله اني احبك يا سيف الله يحبك كبسة هذه الجمعة حقيقة بقول هذا السبت الجمعة اليوم ايش اليوم؟ والسبت سلوم اليوم ايش؟ لا ترقد اليوم ايش تعرفونه؟ ما نعرفه علشان تجاوب ذي الحين صح السبت السمك وين السمك؟ سمك والله ودك ان البشاميل يستمر معنا يا ولد البشاميل اللي اول خلصت لا هذه بالكوسه ما نبغى بشاميل بالكوسه بشاميل بس بدون يا مسلم الاول اكلناها شنو هي كنا بشاميل الحمراء الحمراء ما لها شحم بشاميل بشاميل اي مشمل هذا مشمل ما نبغى بشاميل حمراء هي الحلوه الحمراء لا الحلوه البيضه والله الحمراء البيضه صوص ابيض نبغى صوص ابيض السمك متين السمك ما ابي سمك لا لا انا بقى ضروري ما دار السمك انت ما تحبه الحين نحبه لا ما غلبت بس كلنا نحبه والله كلنا نحبه حتى والله الشباب كلهم يحبونه تدجون على شيء لا بس سمك اضرب سمك ودعم لكم زمان زحف شوي برست زي بطاطس زايد سمك سمك خلاص افتكيت منك يا ابو صالح اخوي محمد يحب المسله حتى انا ما سله سجلنا اسمع ايش نريدونكم ايوه عشان انتظر ايوه السمك تنتظر لين يبث خفاك تفضي راسي وبس فقعت راسي لا اي يوم عشان انتظره خلها سبرايز كل يوم كل يوم لا صح صح اي يوم كتبت ايش ايش بعشبك كل يوم اي تعينا في البحر كل يوم خميس خميس عنها خميس عنها خميس حلو بعوضة تموت بعوض بغض تخت بغض تخت هتموت يا بعوض ايش راك بعيا مع السمك كلها اللي ودكم اذا شيء تشتري بس مو عاشه ما يصلح عاشه فطور كشري ما يصلح عاشه زي السمك كلهم يحبون اطلب كشري كشري انا في اكلات ما اعرفها يا ربع كشري بشمل عبد الله عبد الله اخوك محمد قال يبغى ايش اي وجبه كشري 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 بشمل كشري اخوي محمد يسلم عليك ابو عماد الله يسلمه من الشر تمام تمام يعني تمام تبعد محبه لك وفي لم راشد انه مسفه واجد والله انه مسفه واجد سيف سيف عيون سيف يسلم عليك اخوي محمد الله يسلمه من النار يا رب العالمين والله مسفيه السمك يوم طيب ها اليوم ويش اليوم؟ بطاطا حلو واحد اذا اقول لك قدم قدم السمك خليه يكون الاثنين زود بشمل انا احب ابو عمر ابو عمر تحب السمك ولا لا؟ اكيد
اكيد انا رجال غواص وصياد. زين هذا هذول ما رضوا يكتبون سمك. قال ابو صالح قال انا ما احب السمك. كان عاد لا سمك لا هم يجيبون سمك في لا ابو عمر لا لا حدد 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 السمك اللي تبغاه. ابو عمر ولا اقطع كلامك الا بكل خير. اخوي محمد يسلم عليك. عليك وعليه السلام ابو عمر. ابو عمر والله ان ترى على فكره اخوك محمد والله العظيم ولا قصور في الشباب كلهم اخواني الشباب كلهم. لكن والله يا ان حبينا قبل نشوفه عليه يعني الشباب كلهم دائما طيب يحبونه ولا دجه طريف القريح لليوم الا والله يا مسفر دائما يذكره الله يطول عمرك. مسفر دائما يذكره يا الشباب اللي شافوه. ما تغير حركاتك ولا ما تغير. وش قال له ابوك؟ الله يرفع عشانك. قال يا ولد انت قد كبونه. قد كبونه بدون كوسه. ابو عمر شعري شعري سمك شعري. ما يجيبك سمك شعري لو تموت يا رجال انت. هل هم يجيبون؟ اي والله بريان. لا نحتاج شعري. الغداء يوم الاحد ولا ايش من يوم؟ البخ. زين اي يوم؟ البخ. ثلاثة. تبغى ابو صالح يضحك يستانس؟ ما الا بيقول البخ من الناس اللي يشوف. يا ولد المشكلة عاد ما ينتهي ما ينتهي. اجلس تعال اسمعني الاحد كذا. صب شاي. الغداء. ابي شاي يا اي يوم؟ بنعناع ترى جبنا. يا ولد تراي اطلق على شحمة. قال لك اس والبخ تراي اختار عاد. ميزت هل اللي رضاك واختار. الغداء يوميا كبسة مع مرقوق ويدام وسلطات. حلو حلو. شيف عرف سوى مرقوق؟ اي ذاك اليوم جايبينه لنا. والله؟ ايه اصبرت. انا عازب اللي يعرف يقول ولا قاعد يخبز. طيب الاحد الحين في العشاء. العشاء الاحد ولا اثنين بيض الله وجه مشغيث جعلهم يسلمون كل يوم ننطل. بيض الله وجيههم. ينام عيني طبخا على عالمي. ينزل الاحد ولا اثنين. يوم الثلاثاء. بشاميل مصقع ارز. كفو بطاطا. الاربعاء هذا مساء. الثلاثاء الحين صار ثلاثاء بشمل صقع ارز. غدا الاحد والاثنين وشو؟ طيب يا شيخ قصير الغدا يوميا كبسه مرقوق يدام وسلطه. قصيرك بشمل. العشاء الثلاثاء بشمل صقع ارز. بشمل كررها. الاربعاء برياني ومساله دجاج وبطاطس. يا ليتني مساله وقنبري. طيب الخميس قلنا قنبري رست بطاطس سمك فيليه. لا انا مو فيليه. ما في الا فيليه. لا 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 انا بسمك هذيك السمكه كامله ومعي وكامل عندهم عندهم. انت تكتب عندهم ما نبي فيليه. علي ادخل فيليه. علي مسح. ما عندهم مسح فيليه. عندهم عندهم. انت تكتب سمك اي شيء غير فيليه. شاي هذا وش بس. البطل بينصدم مثل لما يجيب الكرز ويجيب لك مع ايدان ترى حلو يكون غدا. صح الغداء يكون الغداء مثل ثابت اللي هو مرقوق ورز وكبسه. كبسه ومرقوق ويدام وسلطه. علي علي مسح فيلي. علي علي مسح فيلي. يدام دجاج ومسح. هو ينوع من عنده عاد. انا ما حددت. لا خليه ينوع. انا كتبت يدام بس. مسح فيلي يا اخوك. شنو جمال؟ بس روح انت خلاص فهمها. انا كتبت سمك بس. اي سيف سيف. فهمها يا سيف فهمها روح بس. كتب السمكه الكبيره هذيك. قول ما يا شباب. يا رجل خليني اكمل. علي ما حاله. البحث يا خليني اكمل. الان.